الحلقات بتاعت المولد الموجودة في الساحات عندنا هنا في البلد دي، أعظم ما في هذه الحلقات، أعظم ما فيها من السوء ومن الشر الاعتداء على حق الله تبارك وتعالى، وهو التوحيد. ودي أكبر جريمة ارتكبها هؤلاء الصوفية وغيرهم من دعاة الباطل، أكبر جريمة وأفظع جريمة الإشراك بالله تبارك وتعالى. لذلك جاء في حديث معاذ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله، الله داير من العباد يعبدوا براه وما يعبدوا معه غيره أيا كان المعبود، لو كان نبيا أو كان رسولا أو كان وليا صالحا أو كان غير صالح، أي أحد ما يجوز له يعبدوا مع الله تبارك وتعالى. لذلك قال المولى عز وجل في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. حق الله على العباد إنه يعبدوا، مش يعبدوا بس، يعبدوا وما يعبدوا غيره. لأنه في ناس الليلة بيعبدوا الله لكن بيعبدوا مع الله غيره من البشر من المخلوقين. فأكبر جريمة ترتكب الآن في ساحات المولد باسم الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا، زي ما بينوا المشايخ قبالي هنا في الحلقة، الاحتفال ده بدعة ما بجوز. لكن لو قلنا الاحتفال بجوز، لو قلنا، هل يجوز نحتفل بالنبي بالشرك بالله؟ زي القصائد بتاعت البرعي الآن اللي بيقروها في ساحات المولد، يقول لك في كتاب اسمه أعلام الطريق الصفحة 29 الصفحة 30، البرعي بيمدح في شيخ من شيوخ الصوفية. ودي البلوى، احنا مشكلتنا الشرك دخل علينا باسم المديح، باسم المدايح النبوية، ودي مدايح ما للنبي، دي مدايح بيمدحوا بها شيوخ بتاع صوفية. البرعي بيمدح في شيخه، قال بنادي: هيا يا ابو التاية. ده شيخ قال اسمه ابو التاية، قال: هيا يا ابو التاية وحامد بعصايا. ده الاثنين كده، ابو التاية وحامد بعصايا، قال: زيلوا الحصايا. ده لما البرعي جاته الحصوة، ده في اخر حياته، بقى بنده في ديل، فهمتني؟ قال: زيلوا الحصايا وامراض كلايا. المرض في كلاي يا اخوانا، المرض بيشيله زول؟ بيقدر زول يشيل المرض؟ عشان كده ربنا في القرآن في سورة الشعراء قال للنبي عليه الصلاة والسلام: واتلوا، يعني كلمهم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه لأبيه وقومه ما تعبدون. ذلك كانوا صريحين، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ده سؤال واضح. انتوا لما تنادوا الجماعة بتاعين لكم، ده الزمن زمن إبراهيم عليه السلام، قال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الإجابة: ما بيسمعوا. أو ينفعونكم، السؤال الثاني، أو ينفعونكم أو يضرون. لما كان السؤال واضح والإجابة ما قدروا عليها، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
ما جاوبوا إجابة صريحة، ما قالوا ما بينفعونا، ما قالوا ما بيضرونا، ما قالوا ما بيسمعونا، لكن زاغوا من السؤال وجاوبوا لي على حاجة تانية، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. مما قمنا لقينا أبواتنا ترى بيندهوا وبينادوا وبيدعوا، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قال لهم اللي بتعبدون ديل إنتوا أبواتكم كلهم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ديل عدو كلهم لأنهم ما عندهم حاجة. دائما اللي بصدك عن الله معناه عدو، اللي بصدك عن عبادة الله ده عدو بالنسبة لك. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. رب العالمين ده يوريك منو رب العالمين. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. البرع لا دي ما لاقته ولا شنو هناك لما قال هيا بطايا وحامد بعصايا زيل الحصايا وامرد كلايا، ألا يدي ما قبلته؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي من الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إلى آخر الآيات. عشان كده اخواننا اكبر جريمه في ساحه المولد الليله، في جرائم ثانيه، في مخدرات بيبيعوها جوا، في سرقه جوا، في زينه جوا، فهمت؟ في تبرج، في فواحش، في موسيقى، في مدايح، فيها كلام محرم. لكن اعظم جريمه داخل ساحات المولد الاشراك بالله جل وعلا، لانه ده حق الله. لما انت تقول لي قومك نزاور قصيط البرعي المعتقدين فيه، والان كثير بل اكثر السودانيين يعتقدوا في البرعي ويعتبروه ولي صالح من الاولياء الصالحين. لما قال قومك نزاور يعني راح معاي، ما داري مش براو داري سوقك انت معاو، قال راح معاي قومك نزاور للاولياء الاقطاب، قال ده الاقطاب الارض وده كذاب. الأرض أوتاد وأغتاب ما أولي. ربنا قال ألم نجعل الأرض، ألم نجعل الأرض ده منود اللي بيجعل الأرض ده المولى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الأوتاد بتاعت الأرض اللي بتثبت الأرض دي الجبال، ده المولي بتاع صوفية. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا الشمس وهاجا وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ده الله دم البرعي كويس. البرعي قال لك قومك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور. الأولياء ديل قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم الأولياء بتاعنا الصوفية ديل، منهم عليم بالغيب قال باطن وظاهر. الكلام ده شرك ولا ما شرك؟ ده خروج من الملة ولا ما خروج من الملة؟ الليلة لو جاء زول قال لك أنا محتفل بالرسول وبيقرأ في كلام زي ده احتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ممكن يا أخواننا. يا أخواننا احنا لما نقول كلام زي ده كثير من الناس يقول لك ما تنكروا وما تتكلموا في الأولياء ومسيئوا للأولياء. يا ناس بالراحة كده، الأولياء ده الكلام اللي قالوا ده صح ولا غلط؟ لو بقى صح نبقى معاهم ذاته، نحن نخلي القرآن يعني ولا شو؟
القرآن كلام الله الواضح ده نخليه يجينا البراعي بيجاي والكباشي وبتاع القادرية يقول لك أي شيء في الكون ده أنا بسويه. قال وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. أهرأك شنو ده بتاع القادرية. قال وأعلم عدد النبت كم نابت. أي نبتة في الوطن دي شجرة تحت أي حاجة. قال أنا بعرفه. قال وأعلم عدد الموج كم هو موجتي. قال وأعلم علم الله أحصي حروفه. يا ناس الكلام ده حق ولا ده باطل؟ ده لو قالوا لك احتفال بالرسول بيقولوا كلام زي ده انت بتقبل؟ معنى الكلام ده كله الناس يخلوا القرآن ويقعدوا يباروا في الضلال بتاع الصوفية. ربنا في القرآن كلمنا كلام واضح. ربنا قالوا قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الأرض فراشا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. شوف ده سواه والله. الليل تسكنوا فيه يعني بترتاح بالليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الأرض ثابتة تحت. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فوق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم. يا سلام شوف الكلام ده كيف. صوركم. ما صورنا شيخ. ما خلقنا شيخ نحن ولا أي عبد من عبيد الله. الله صورنا. قال لك وصوركم فأحسن صوركم. مش كده بس. قال ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين. بعدين طوالي قال لك هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. تقعد تنادي لي برعي بعد ده؟ تنادي برعي؟ تنادي صايم ديمة؟ تنادي شيوخ الصوفية؟ ربنا قال لك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه فأنا تؤفكون. ذلكم الله ربكم الحق. دي في سورة لقمان. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. عشان كده دي في سورة يونس. عشان كده يا أخواننا ربنا كلمنا كلام واضح. شرك ربنا ما بيقبله. شرك الله ما بيقبله. وإنسان لو قابل الله مشرك يدخل جهنم رغما عن أنفه. وإنت لو قابلت الله مشرك ها الله ما بيقبل منك أي عمل وما عندك أي عمل صالح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم على الأنبياء في القرآن 18 رسول بعد ما ذكرهم كلهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا النقطة اللي تكلمت عنها واحدة إنه المولد في السودان وفي غيره زيادة على ما هو عليه من البدعة. الموالد دي مقر للشرك بالله. ده موسم بتاع شرك. انت عارف المعلومة دي؟ زي موسم العجور وموسم التبش. فهمت؟ في موسم في السودان بتاع شرك. الموسم ده الأيام دي تخش ساحة المولد ممكن تخش مسلم وتطلع مشرك. تمرق من الملة بسبب قصيدة بتاع الصوفية تعجبك وتعجبك العقيدة اللي فيها تطلع من الملة تماما. عشان كده الواجب على أي داعية أي داعية يعرف الحق تتكلم في المسجد في البيت مع أهلك في ساحة المولد لو لقيت فرصة في الجوامع في الحلقات في السوق في محل الشغل في مدرستك في الجامعة تتكلم تقول لهم الاحتفال ده بدعة وزيادة على البدعة في شرك بالله تبارك وتعالى وخروج من ملة الإسلام. مع إنه نحن ما بنقول أي زول احتفل معناه كافر مرق من الملة. لا فرق بين الكلام. الكلام على الأشخاص والكلام عن الضلال والبدعة اللي بيسووا فيك. دي بدعة وشركيات. الناس تستعين بالله وتدعو لله وتفرتق الكلام الباطل ده كله وتبعد عن الصوفية تبعد عن الضلال.
الآن بروج له في الإذاعات وفي القنوات. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. الورقة دي أي زول اللي قال يوزعها وينشرها لو قدرتها صورها وأديها لأكبر عدد من الناس، إن شاء الله تلقى فيها الأجر يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله.